عيد الجيش العربي السوري أنا برأيي الشخصي هو أجمل الأعياد السورية على الإطلاق، وعيد الانتماء، عيد التضحية، عيد الوفاء، عيد سوريا الأم. بمناسبة عيد الجيش العربي السوري، جيشنا العربي الحامي الأرض والعرض، كل عام هو بخير. بالنسبة للجيش العربي السوري البطل حامي الحمى حامي الأرض والعرض، العطاءات اللي قدمها المفاخر تسطر له، منقول له كل عام وانتم بخير، نتمنى له التوفيق والنصر بكل المعارك اللي بيخوضها. الجيش هو الحياة، هو الأمل، هو استمرارية الوجود لكل مظلوم ولكل حدا عم يحاول يخرب على هالبلد، هالبلد الأبية الشامخة بشعبها بطيبتها. فالجيش هو السور المنيع يلي منقتدي فيه ومنشد على إيده ومنكبر فيه لأعمار هالبلد من جديد، والله يطول بعمر الجيش وكلنا في دجاج.